أشواطي صباحي هذا اليوم باستمرارية جميلة ورائعة هنا في مسافة 5 كيلومترات. نسير مع هذا الانطلاق ومسار الشوط السابع الذي يحمل هذه الأسماء ويحمل هذه الشعارات العديدة والجميلة مع الزمول المحليات الأصايل في 7 أشواطنا بشعارات أبناء القبائل. نتقدم مع بداية الانطلاقة إلى المراكز الأولى لنشاهد ما يدور من تنافس وتبادل مراكز جميل كالعادة دائما لهذا الميدان الذكي. بينما أعود إلى المركز الأول وراء السيطرة من قبل المركز الأول وهذا الأسد خليفة بن خميس الغويص السويدي يقود الأسد إلى مقدمة الشوط. بينما يأتي في المركز الثاني يتقدم مركز الثاني مطر بن أحمد بن عبد الله. مطر بن أحمد بن عبيدة المهيري الذي ينطلق على المركز الثاني. بينما المركز الثالث يتقدم في شاهين لعلي بن محمد بن رحمه الشامسي على المركز الثالث. بينما المركز الرابع نشوف الثلاث المراكز اللي انفردوا عن البقية اللي انفردوا عن المشاركين وناخذ المركز الرابع. رابع المراكز يتقدم في هذه اللحظات ويندفع ينطلق على المركز الرابع. هذا صوغان لعيسى بن عبد الله بن محمد بن يميع على رابع المراكز. بينما المركز الخامس متعب الحربي بن حمد بن هيان العامري في خامس المراكز. أما المركز السادس البطل عبد الله بن علي بن راشد بن معيصم الكتبي على المركز الخامس في هذه اللحظات أو المركز السادس. بينما المركز السابع وصل في 7 المراكز وتقدم هنا وانطلق المركز السابع. تقدم في 7 المراكز صوغان لعلي بن عبد الله بن سالم المسافري. بينما المركز التاسع تاسع المراكز يتواجد فيه ويتقدم في الخلاوي لسعيد بن سيف بن عبيد الذي ينطلق في المركز التاسع. والمركز العاشر هنا حشيم لأحمد بن محمد بن أحمد بن مسحار في 10 المراكز. هذه 10 المراكز الأولى هذه 10 المراكز الأولى الذي تنطلق حاملة كذلك هذه التحديات في الزمول الأصايل في هذا المسار وهذا التحدي الشيق والجميل. العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى المراكز الأولى. أنا أشاهد السيطرة من البداية من قبل الأسد خليفة بن خميس الغويص السويدي انطلق إلى المركز الأول وقاد مساري هذا الشوط. هناك مع هذا المسار ومع هذا الانطلاق القوي لا زالت السيطرة ولا زال التقدم من قبل الأسد خليفة بن خميس الغويص السويدي مسيطر ويقود المشاركين وينطلق بالمركز الأول. بينما المنافسة على المركز الأول لا زالت واصلة وحاصلة على المركز الثاني. يتقدم في ثاني المراكز وهذا شاهين علي بن محمد بن رحمه الشامسي الذي ينطلق على المركز الثاني. بينما المركز الثالث من الجانب الآخر يتقدم ناصي مطر بن أحمد بن عبد الله بن عبيدة الذي ينطلق على المركز الثالث وعلى هذا الاندفاع وهذا الانطلاق. بينما المركز الرابع يتقدم فيه وينطلق في صوغان على المركز الرابع لعيسى بن عبد الله بن محمد بن يميع يأتي في المركز الرابع. أما المركز الخامس فوصل في هذه اللحظات متعب وتقدم متعب بشعاره الجميل متعب بإنجازاته الجميلة. هذا متعب لحربي بن حمد بن هيان العامري يا سلام ينطلق في هذه اللحظات على المركز الخامس وعينه على المراكز الأولى. بينما المركز السادس يتقدم فيه وياتينا البطل لعبد الله بن علي بن راشد بن معيصم الكتبي والمركز السادس
هناك وصل وصل سعيد بن عبد الهادي الشهواني مع عنيد، بقول عنيد وهو عنيد في انطلاقاته، عنيد سعيد بن عبد الهادي الشهواني يقدم لنا عنيد في هذا المنطلق وفي هذه التحديات. المركز الثامن، ثامن المراكز يتواجد في حشيم لأحمد بن محمد بن أحمد بن حميد بن مسحار. المركز التاسع هذه لسعيد بن سيف بن عبيد بالكديدة، هذا الانطلاق الجميل والرائع. والمركز العاشر هناك التواصل من قبل مياس لمحمد بن حميد بن سلطان بالكديدة. هذه النتيجة، هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. غادرنا لوحة 1200، انطلقنا في الكيلو المتر الأخير، في الكيلو المتر الأخير، والزمول ما شاء الله منطلقة بقوة وبأداء جميل في هذا الاندفاع وفي هذا الانطلاق. ولا زال اللي مسيطر الأسد من البداية، الأسد من البداية يكشر عن انيابه وينطلق. الأسد مسيطر على مقدمة الشوط على هذا الاندفاع الجميل من البداية. الأسد يقود المشاركين، وخليفة بن خميس الغويص السويدي يقدم الأسد، ولكن تحرك هناك أيضا متعب لحربي بن حمد بن هيان العامري على المركز الثاني. الأسد ومتعب ما شاء الله في هذا الأداء وهذا الاندفاع الشيق والجميل. يا سلام، الأسد لازال والستمية متر الأخيرة، ومتعب قادم، والأسد الأسد لا زال مسيطر مسيطر مسيطر. الأسد، الأسد على المركز الأول، خليفة بن خميس الغويص السويدي، ولكن متعب في المركز الثاني، متعب 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 حربي بن حمد بن هيان العامري. مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا التواصل وهذا الانطلاق، ولكن الأسد لا زال بالمركز الأول. خليفة بن خميس الغويص السويدي ينطلق في هذا الشوط. بدأ مشاهدينا الأعزاء متعب 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 متعب، هذا متعب وإنجازاته الرائعة والجميلة أيضا في هذه الانطلاقات. يا ما قدم ويا ما قدم ويا ما حصد من السيارات ومن الإنجازات، ويا ما حصد من السلامات لأهالي الهير. هذا هو يعيد نشاطه وتحدي في بداية هذا الموسم. تهانينا تهانينا مشاهدينا متابعينا الكرام لحربي بن حمد بن هيان العامري. الأسد قدم أداء جميل ووصل في المركز الثاني لخليفة بن خميس الغويص السويدي. المركز الثالث عنيد لسعيد بن عبد الهادي الشهواني، والمركز الرابع لا وصل في المركز الرابع لمطر بن عبيدة، بينما المركز الخامس مشاهدين الأعزاء لجنة خط النهائي لها متابعة في بقية الأرقام. لا زال هذا الشوط مشاهدينا متابعينا الكرام ووصوله والتحديات. متعب من قدم الأداء الجميل وقدم تحديات رائعة وجميلة. توقيت الزمني 8:18 و5 أجزاء من الثانية. تهانينا لحربي بن حمد بن هيان العامري على فوز متعب، بينما وصل في المركز الثاني مياس الذي قدم أداء جميل وتحديات من بداية الانطلاقة. قدم توقيت زمني مشاهدينا أول أسد، الأسد قدم توقيت زمني مقداره 8:18 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لخليفة بن خميس الغويص على فوز الأسد بالمركز الثاني، بينما المركز الثالث عنيد لسعيد بن عبد الهادي الشهواني قدم توقيت زمني 8:19 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين بالمراكز الأولى.